يواصل الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل عزمي وأشجان، وكان فريق العمل قد حصل مؤخرا على أجازة من التصوير بعد مجهود متواصل على مدار أسبوع كامل. المسلسل من إنتاج أحمد السبكي ومن إخراج إسلام خيري، وحاليا يعرض لحسن الرداد فيلم عقدة الخواجة، واللي بتشارك البطولة فيه الفنانة هنا الزاهد.